إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين انطلاقا من السواحل التونسية أولوية مطلقة، هكذا قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. سالفيني تعهد بالمضي في مساعدة تونس اقتصاديا عبر مشاريع تساعد الشباب التونسي الراغب في الهجرة على الاستقرار في بلده. البعض من الشباب التونسي يسعى إلى الهجرة نحو إيطاليا، والسبب الأساسي هو البطالة. نود مساعدة تونس في تجربتها الديمقراطية، لكن الأهم توفير المشاريع لإعانة شبابها على خلق مواطن الشغل تحد من إقباله على الهجرة غير النظامية. جددت تونس رفضها الحل الأمني للهجرة غير النظامية. وزير الداخلية التونسي أكد ضرورة مراعاة الحقوق المدنية والاقتصادية للمهاجرين، وشدد على أن السلطات الأمنية التونسية تعمل باستمرار على إحباط عمليات الهجرة غير النظامية وإيقاف منظمها. وتفيد الأحصائيات بأن أكثر من 8000 شخص حاول اجتياز الحدود خلسة نحو أوروبا منذ بداية العام الحالي. اللي يهمنا هو إيقاف منظمي هذه الهجرة والمتاجري بالبشر. نعطيكم رقم، تقريب خلال بداية سنة 2018 إلى غاية يوم 20 سبتمبر وقع إيقاف أكثر من 500 شخص متهمين بالاتجار بالبشر والمتاجرة بدماء شبابنا. ومنذ صعود سالفيني إلى السلطة تشهد العلاقات التونسية الإيطالية توتراً بسبب الهجرة غير النظامية، وتثير تصريحات وزير الداخلية الإيطالي الكثير من الجدل لاعتبارها معادية للمهاجرين. جدل كبير واختلاف في وجهات النظر، ففيما ترفض تونس بشدة الحلول الأمنية لقضية الهجرة غير النظامية، تريد إيطاليا أن توقف موجات الهجرة بأي ثمن كان. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.